بون مرحبا بلي زوديتور تاعي والله تاع لو كوب الحمد الياس رحماني ولا بو امبورت لي ميليتون ليبر نو سوم دي ميليتون ليبر ماتنا سكون ابل مناضلين احرار في الراي السياسي تاعنا وفي الاراء تاعنا و اون سيكسبريم كيما نحبوا يعني نقولوا واش نحبوا حنايا بو امبورت من بعد الغاشي يوزن ونبي نوصل لنا عليه. بون اليوم لو لايف سي سبيسيال صرات من قبل اي جو في دوني جو سوي اون بريزونس دو مسيو احمد بوعكاي ريكوردينغ ان بروغريس جو سوي اون بريزونس دو مسيو احمد بوعكاز اليوم سمعنا خبر مي مهول مي خبر خارج على العادة خبر خارق للعادة سمعنا تصريحات يعني كما يقولوا الخوانجية ما شاء الله الله أكبر ظهر الحق الأحرار يتكلمون اليوم نهبط لكم السروال واحد قال لي وين كنتو بكري كنا مع اختك ومع يمك سا ديبون كالي لا بلو جون لا بلو بال هذا صادق زروقي دونك اليوم سي انتردي او مون 18 سي نورمال بيسك وزات ان بوبل امبيسيل كومبليتمون ديبيل نهضر معاكم كيما تهضر ريبيكا ويهضر جاد هذاك لو طرافلو ويهضروا الاخرين هو ميريتي سا لغه اخرى ما تفهموهاش بون جو ريبون او كونار Et qu'on a aussi, c'est un mot vulgaire en français, ça, on a droit normal, mais c'est très vulgaire. On ne peut pas dire que parce qu'on ne peut pas dire que c'est Bref. Donc, je reviens au sujet. Qui m'a dit, Ahmed Bouakaz, l'yom, d'hakt, hert, d'hisht, aout d'hakt, aout gassart. Anna, فهمت حاجة واحدة أنه تبون محتاج الزيتوت باش يعقب فيتيو تعبون ويرا باش يضرب شنقريحة على بالكم بلي أي واحد يمن الحكاية هذه صافي دير مام رب العالمين رفع عليه القلم جو با فو دير كو هذا اللي يحكيو عليه قالوا بونويرا عقبوا لا فيديو تاعو ماشي بونويرا اولا اجيدون شيف مينيموم عنده 20 سنه سيرفيس هل السيد هذا في عمره فوق ال 50 ثلاثه بونويرا والسيد هذا هل عندهم نفس الخصائص المورفولوجيه نتاع الفيزاج ولا مختلفه سؤال رقم 2 جاوب عليه الشعب ما عليناش بونويرا في حبس البليده على بالكم بلي محابسي في حبس عسكري يسرب فيديو ضد قائد أركان الجيش ما نقولوش أركان الجيش تاع الجزائر نقولو أركان الجيش تاع الملائكة تاع رب العالمين على بالكم واش معناتها ولا ما على بالكمش ما نقدرش نوصف لكم كون نوصف لكم يرى بوكو سينيال ما نوصف لكم شو يقدر يصرا فيه وبير كو سا اللي دخلوا التليفون واللي حكملوا التليفون واللي عطالوا له تكست يقراه ما نقول لكم شو يصرا فيه قال لك تحالف تبون مع زيتوت رشاد ضد شنقريحة جابوا بونويرا بور ديكلونشي كوا صح نو سوم ان بريزونس دو مسيو بوعلام اوسي كي فا انترفونير بيانتو شوف زيتوت نقول لك كلمة واحدة بالجزائرية الله لا تربحك ينعد دين والديك الكلاب والاصل اللي اصلك
نسب رب ربك تعرف علاه باسكو انت فيكوليت فيك نيوز فيك بيرسوناليتي يعني شخص مخترع معلومه مخترعه الواه يا الحمار بالحمار ربك عربيزون معربص على بالكم بلي العربيز شوفوا ايوا الشعب الجزائري تفهموا حاجه اي واحد معربص il ne maîtrise pas le français ماشي لونغلي لونغلي ما ميتريزي واش عندهم لونغلي تاع الماسوا تاع لي دومونديو هذيك في لاجونس دومبلوا هذيك ما يعرفوش رب لونغلي مام زي توت ما ميتريز با لونغلي الكونار اللي عنده 60 سنه في الانجليز هاد الناس استبغال استحمار للشعب كيما قال مالك بن نبي القابليه للاستعمار انا نقول له مالك بن نبي الله يرحمك راك شخصيه كبيره وبيانتو في اون في واب نعقبوا حصص على مالك بن نبي واركون وشخصيات وطنيه مثقفه ما قدرتوش مام با تجيبوا واحد اللي المورفولوجيا تاعو تشبه للسيد هذا اللي كنت تحكيوا عليه بونويرا جون سي با غرميت انت تسميه قرميح اصلا اسمك ما عندوش اسمه ما عندكش دونك تسريب باش نهضر مع الشعب على بالكم كون جات حقيقه الموضوع هذا على بالكم واش يصرى ولا ما على بالكمش ماشي تبون اللي نحي شنقريحه اولا نوليو لي لايف تاع رحماني محمد الياس تاع رحماني محمد الياس قلنا لكم لا دروغ بكل صفاتها الهيروين الكوكايين الكاشيات الزطله تو سكو فولي من النظام الجزائري باش يكرازيو الشعب هذا امر مفروغ منه شنقريحه انا ما ندافعش عليه باسكو شنقريحه بور موا غريلو كيفو اكرازي سي ان كافار تبون اوسي سي ان كافار انا بور موا سي دي جون اكرازي سي با مي زينمي على واه اي سون با ا ما اوتور انا لينمي تاعي سي لو نيو كولونياليزم انترناسيونال ماشي هاد القروده هادو مي معليش ندخلوا في اطار حكايات تقرعيش كيما نقولوا حنايا وغدوه عندكم لايف نتبع فيه واش ديكلارا هاد الكرفه هذا حبه بحبه كرفه ما تفهموهاش ما غير صحاب الشرق حبه بحبه فراز بار فراز نفهمكم وشي هو المنظومه العسكريه كاين انسان ايما ديسو با عبدو سمار امير خرا هادو كاع ما يهمونيش لكن عبود هشام اون ايطون ان انسيان ميليتار مسيو عبود سواي اونيت vous connaissez très bien l'armée vous connaissez pas les services monsieur Abou Hicham vous connaissez pas ni la DCSM ni le DRS ni le GPS ni la DGDS ni le MALC vous êtes ce qu'on appelle un changement d'arme à l'époque de Bichin vous ne connaissez pas nos structures vous n'êtes pas une pièce d'origine vous êtes un Alfrex introduit par Bichin mais ayez l'honnêteté militaire d'expliquer aux gens les déclarations c'est l'acteur qui a fait ça je ne sais pas je ne Ah, allez, allez, je ne savais pas. Mais oui, c'est le même, je pense que c'est la même, c'est Kerfa.